وهي أطيب المقبلات ومن أشهرها اللي ممكن تعمليها على سفرة رمضان وما تقدر تستغني عنها. التسقية فتة الحمص هاي المشهورة عنا بالشام، وعملت لكم إياها بطريقة بسيطة ولازم تعملوها بالعزايم بسفركم رمضان. تابعوا كيف عملناها. مرحبا، ميت اهلا وسهلا حبايبي فيكم بقناه نطبخ وحكايات امجاد. اليوم ان شاء الله رح نحمل معكم طبق كتير سهل من اطباق رمضان، فته الحمص او التسقيه. كتير سهل وكتير بسيط. اول شيء جبت خبز جاف، قطعته على شكل قطع صغيره وحطيته بالبايركس اللي بدي اشتغل فيه. هلا بدي احط له فوق ملح، تقريبا معلقه صغيره من الملح فوق الخبز رح نحط، ومعلقه صغيره من حمض الليمون لحتى ياخذ معنا حموضه شوي، هو طيب الخبز تاخذ معنا شويه حموضه، يعني بنكه الخبزان. حطيت الملح وملح الليمون، وهلا بقى رح احط فوق منه شوي من الحمص ومن المرقه تبع الحمص، يلي هي الحمص انا نقعته وسالقته عندي، وممكن تعملوا الحمص الجاهز. رح احط لهم هيك قد ما بقدر ميات الحمصات لحتى تتسقسق الخبزه وتطرى معي وتاخذ نكهه طيبه بهذا الشكل. حاولوا انه كل الخبزات ياخذوا معنا من مرقه الحمص، ومثل ما قلت لكم ممكن تجيبوا مطرمانات جاهزه من الحمص تسلقوهم بس شوي لحتى ياخذوا هيك شوي يطروا معكم، لان التسقيه لازم تكون الحمص تبعها كثير مستويه. شوفوا كيف انا حتى وصلوا لمرحله التفليق وانا عم بسلقهم، سلقتهم تقريبا ما يعادل اكثر من 3 ساعات، وانا حاططهم على نار هاديه لحتى ياخذوا معي هذا الشكل. هلا بقى خلصت الطبقه الاولى، الطبقه الثانيه رح اجيب محضره الطعام واشتغل فيها، رح احط الحمصات بقى. هاي نحن بنسميها الفقسه او البدوه في منكم بسموها، فهلا انا رح احط بقى كل شيء عندي حمص بمحضره الطعام لحتى اشتغل عليه. شو بدها هاي الاضافات؟ اضافاتها كثير كثير سهله. اول شيء رح اضيف زبادي، معلقتين من الزبادي كبار. رح اضيف لها الراشي اللي ما بعرف شو بيقولوا، نحن بنقول له طحينه بسوريا، وممكن بعض المناطق بيقولوا له راشي. رح اضيف لها معلقتين كبار بيعطوها طعمه كثير طيبه. هاي انا عم ساوي لكم اياها على الطريقه الشاميه، على طريقتنا كيف بنساويها. ملح هو حسب الذوق، حطوا تقريبا نحن هون هيك حطينا ملح، وهون رح احط تقريبا معلقه صغيره من الملح شوي وعالدواقه. ليمون فريش بمقدار ليمون نحطه، وكمان مثل بالاخير بدنا ندوقهم. وهلا بقى لسه بدي 2 3 توم، رح احط 3 سنات توم وسط، وهي حبات التوم رح اضيفهم. وهلا بقى رح اخلطهم مقدار دقيقه بالمحضرة الطعام لحتى يتحضروا معي. خلطناهم بالمرحلة الأولى، أنا بالنسبة لي ناقصهم شوي من الملح وشوي من الحمض، رح ضيف ملح الليمون أو الليمون، هو الليمون أفضل، يكون ليمون فريش، وأرجع أخلطهم، بدي قوامهم يكون وسط. وهلا هيك صاروا عندي جاهزين، رح أحط شوي من كميتهم، أخلطه مع الخبز والحمص بهذا الشكل. هاي الخلطة اللي رح تكون بالأسفل، رح حطيت لها شوي من البدوة، تحطوا تقريبا تلتة او نصها وبتخلطوهم مع الخبزات تاخد طعمتهم. ممكن لسه معلقة تانية. وهلا بقى لما اختلطوا وصاروا مع الخبز صارت امورهم تمام، لحطهم باسفل البايركس وبحط فوقهم بقى البدوة يلي انا خلطتها. وهلا بقى رح صب كامل الكمية فوق منها، فقط هي المسبحة البدوة رح احطها فوقهم. وهلا بقى اجينا للزينه، لحط حبات من الحمص على الاطراف. بهذا الشكل. زينة اطيب شيء لها السماء والكمون، هذول اطيب شيء لها بنحطه مع التسقيه. هاي السماء طبعا مو اي سماء، السماء اللي بيبقى حامض طيب، هذا كتير كتير بيبقى طيب، دوروا عليه وذوقوه بصراحة. تبع الشام غير شكل.
هلا بقى رح نعمل الكمون. الكمون كمان هو اساسي لازم نحطه، واخر شيء بدنا نحط له الفقسه. شو بدنا نساوي لها؟ رح نحط الشلة الزيت، الزيت الحامي مو اي زيت، لحمي زيت وحطهم فوقهم وتصير تسقية جاهزة. وهي هذا الزيت وهي هيك صارت عندنا اطيب تسقية جاهزة. مكونات كتير بسيطة، ان شاء الله تكون تعجبكم ولا تنسوا الاشتراك.